شدد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل على أنه لابد من تأمين الضمانة للمسيحيين الموجودين في المناطق التي تشهد اليوم ثورات. في مسؤوليتين، في مسؤولية على الثوار وفي مسؤولية على المجتمع الدولي، يتأكدوا أنه بمرحلة الانتقال رح يكون في ضمان للأقليات الموجودين بهذه المناطق. هاي مسؤولية اثنين. واليوم الثوار ما عادوا ناس فلتانين، صار في مجلس وطني موجود مفروض ينظم حاله، مفروض يطمن المسيحيين، مفروض يشتغل بشكل أنه يحمي الأقليات الموجودة وبمشروعه السياسي يعلن عنه ويطمن الكل. من جهة، من جهة تانية المجتمع الدولي يلي عم يرعى هالثورات كمان يقوم بواجباته. بس لازم تنهز العصا، لازم يعرفوا الكل أنه في كمان مسؤولية تجاه الناس الأسوة المسيحيين موجودين بالشرق. داخليا أكد الجميل خلال لقاء حواري مع مصلحة الصيادلة في الحزب على ضرورة وضع معايير واحدة لمفهوم سيادة لبنان واستقلاله، فلا يعتبر بعضهم أن دخول دبابتين سوريتين وتفجير منزل من ضمن الأراضي اللبنانية ليس انتهاكا للسيادة، في حين أن دخول دبابتين إسرائيليتين انتهاك لها، رافضا أن يقرر فريق لبناني واحد جر لبنان إلى حرب.